ينضم معنا من بغداد الأستاذ هادي جلو مرعي مدير المرصد العراقي للحرية الصحفية. أستاذ هادي، بداية مرحبا بكم. يعني في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين حول العالم، ما تقييمكم لوضع الصحفيين في العراق لا سيما مع الجرائم التي ارتكبت ضدهم طوال 15 سنة؟ نعم، مساء الخير. في العراق قتل ربما يعني عدد يصل او يفوق ال 500 صحفي ومساعد فني وتقني واداري يعملون في وسائل اعلام عراقيه مختلفه. وطوال السنوات الماضيه لم يتم رصد حاله حقيقيه لملاحقه قانونيه او القاء قبض على احد الجنات او الجهات التي يتبع لها او الدوافع او معرفه الدوافع والاسباب. وكما تعلم قتل في العراق صحفيون لاسباب مختلفه، اغلبها طبعا يتعلق بالعمل الصحفي الميداني ونتيجه قضايا مرتبطه بالارهاب، بالعنف المنظم، بالصراع الطائفي او القضايا المنافسه السياسيه، وكذلك قضايا متعلقه ايضا بكشف قضايا سياسيه او كشف ملفات فساد. وبالتالي خسرنا المئات من الصحفيين العراقيين في ظروف صعبه وقاسيه خلال السنوات الاولى بعد عام 2003، ولكننا نأسف اننا لم نستطع الوصول الى الجنات الحقيقيين الذين نعلم وندرك تماما انهم موجودون في الساحه وانهم ليسوا ببعيدين، ولكن الاجراءات القانونيه ضعيفه والحكومه العراقيه والحكومات العراقيه المتعاقبه ومجلس النواب العراقي والجهات القانونيه لم تتخذ الاجراءات الحقيقيه التي تثبت وتؤكد الجريمه على الجاني وبالتالي تصل به الى العدالة وإلى قفص الاتهام لينال جزاءه العادل جراء ما اقترفه من تلك الجرائم. ماذا يعني لكم أستاذ هادي كتاب هيئة الإعلام المتعلق بما وصفته هيئة الإعلام بالرموز الوطنية؟ يعني بصراحة أقول لك مع كل التقدير والاحترام لكل مؤسسة عراقية، نحن لدينا رؤية وتصور قد يكون مختلف، يعني ونحن دخلنا في إشكالات متعددة في إطار حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومة والشراكة الإعلامية، فإن كل القنوات الفضائية والإذاعات والصحف ووكالات الأنباء لها حق العمل والحرية في اختيار ما يناسبها من برامج وآليات عمل في العراق تبعا للنظام الديمقراطي والدستور العراقي الذي فيه حق حرية التعبير والوصول إلى المعلومة. وإذا كنا نصنف جهة ما على أنها غير وطنية وأن هذا لا يمثل رمزية وطنية سواء كانت شخصية أو وسيلة إعلام، فإن هذا الأمر قد يتعارض مع رؤية مغايرة في الداخل العراقي أيضا. يعني ما ترى أنت رمزا وطنيا قد لا أراه أنا رمزا وطنيا، أو فيما يتعلق بالتغطية الصحفية وطبيعة التغطية والآلية المتبعة فيها قد أتناقض أو أختلف معك في ذلك. ولهذا السبب ولكي ننجو من السقوط في فخ التقديرات الخاطئة و الضغط على الاعلام بصوره سلبيه، علينا ان نبتعد عن هذه التوصيفات لانها قد لا تخدم المسيره الاعلاميه والسياسيه والديمقراطيه في العراق، وان لا نصنف وسائل الاعلام وفق تصنيفات سياسيه. وسائل الاعلام يجب ان تلقى الرعايه والمتابعه والدعم وان توظف لها اليات وبرامج وقوانين وتشريعات من البرلمان العراقي، لا ان نبحث عن اليات لوقفها ولتحجيم دورها. كيف يتوازى مكافحة الفساد مع تقييد حرية الإعلام؟ يعني أمام ما يجري اليوم في العراق، يعني ما الذي يمنع إعادة التراخيص وفتح مكاتب للعديد من القنوات العراقية والدولية في البلاد؟ يعني هذا أمر أيضا نضعه من خلال قناتكم الموقرة على طاولة السيد رئيس الوزراء المقبل الذي للتو هو يباشر مهامه رئيس الوزراء العراق، ونحن ندعوه الى مراجعه ملفات عديده متعلقه باغلاق قنوات فضائيه ومنح عدم منح تراخيص لبعض الاذاعات ووسائل الاعلام، وايضا مذكرات قبض بحق صحفيين وملاك قنوات فضائيه وكتاب صدرت بحقهم مذكرات قبض، وكذلك صدرت بحقهم احكام بالسجن لسنتين وثلاثه خلال الاشهر الماضيه، و هذا امر خطير للغايه. يعني لذلك السيد رئيس الوزراء عليه ان يراجع هذه الملفات وان ياذن باجراءات حقيقيه تعيد للاعلام العراقي حضوره ووجوده وتاثيره. لا يمكن للاعلام ان ينجح
ماذا كان يمثل وجهة نظر واحدة؟ ما الفرق بيننا إذن وبين أي سلطة شمولية في العالم إذا كنا لا نسمح بتعدد الأقنية الإعلامية وأن لا نتيح الفرصة لمن يريد أن ينتقد وأن يقول ما يريد؟ المهم أنه لا يحمل السلاح في وجهه. القنوات الفضائية والإذاعات والصحف والوكالات الأنباء هي ليست قنابل وليست أسلحة عنف يمكن أن تقتل، هي تمارس دور في النقد والتعبير عن الآراء. شكرا جزيلا لك أستاذ هادي جلو مرعي، مدير المرصد العراقي للحريات الصحفية.